مواعيد السنه ليك في شهر رمضان هياخد حد العدو منك، هياخد رصيد العدو القوي اللي سحبه منك ويرجع لك قوتك تاني. اسمعوني، يرجع لك صلاتك تاني. اخواتي الذين في مؤمنين موجودين وسطينا، اسمع معايا، اديلك كم سنه مش قادر تصلي، اديلك قد ايه سايب خير وتاه، اديلك قد ايه مؤمن وضعيف، اديلك قد ايه مش قادر تفرح بالرب، اديلك عمال تقول ايه في دبل على جنب مش عارف اتعذب. الليله دي مواعيد السمينه في شهر اذار، هتاخد تعويض وهتاخد قوه تقف لاجل نفسك وتستريح من عدوك. وفي هذه الليله اسمع، ربنا هيرجع حقك اللي خدته عنك، اتخذت منك كرامتك، ربنا هيرجع ليك كرامتك بقوه الروح القدس. المسيح
نفسي، أقف لأجل بيتي، أقف لأجل أولادي، أقف لأجل مستقبلي. أياك ومجالي، نفسي نصلي من أجل مرضى الكانسر، الرب
يعني قداستي؟ هل يعني صلاتي؟ هل يعني النار اللي فيا؟ الرب يسوع المسيح بيرسل ألسنة منقسمة كأنها من نار. الرب يسترد فيك مواهب الروح القدس. هاليلويا. يسوع
وروحي يعلم قوة ربنا.